شرم الشيخ تحديدا داخل المؤتمر الأول لشباب مصر برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا من داخل المؤتمر ومن داخل أروقة المؤتمر النائب الشاب محمود بدر. سيادة النائب رحب بك. أهلا بك. خلينا أسألك مباشرة، يعني كيف ترى هذه الدعوة الرئاسية لشباب مصر؟ ما يقرب من 3000 شاب اليوم مشاركون في هذا المؤتمر، ما يقرب من 23 جلسة حوارية، كيف تنظر إلى هذه المبادرة؟ أنا شايف أنه طبعا بقالنا فترة كبيرة جدا الدولة بتشتغل على هذا المشروع، ويمكن كان بدايتها البي المشروع المبادرة الرئاسية للشباب. أتمنى بس النهاردة أن احنا، أنا شايف مجموعة طبعا نقاط لافتة للنظر، يمكن أبرزها وجود شباب مؤيد ومعارض، وليس شباب المؤيدين بس، المؤيدين والمعارضين. الدولة داعية لكل، وأعتقد أن ده عشان تسمع لكل وجهات النظر اللي موجودة. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا شايف أنه احنا قلنا أن هذا العام سيكون عام تأهيل للشباب، تأهيل حقيقي للشباب. فأتمنى أن يكون شباب المبادرة الرئاسية دول تم تأهيلهم بشكل حقيقي جدا، لنرى بعد ذلك تمكين حقيقي للشباب. زي ما شفنا الدولة المصرية نجحت عبر الدستور أن هي تضع نسبة معينة للشباب، نتجت عنها وجود ما يقارب 140 شاب داخل البرلمان خلال الأوائم. أعتقد أنه كمان مناسب أن احنا نشوف هذا الشباب كمان اللي تم تعليمه وتأهيله بشكل كويس موجود في الوزارات وفي الأماكن المختلفة عشان يتعلم. أعتقد أنها كان فرصة كمان مناسبة أن احنا نتكلم، تكون فرصة كمان مناسبة بالنسبة لنا ان احنا الفترة اللي جاية نشوف المحليات اخبارها ايه، ونشوف الشباب. ينزل اكتر من 13000 شاب هيكون لهم مقاعد داخل المجالس المحلية طبقا للدستور، عشان يقدروا يشوفوا يحتكوا مع مشاكل الشعب المصري عن طريق الواقع بجد، يشوفوا مشاكل النقل والمواصلات في القرى والاحياء والنجوع والمراكز والكفور، وهو ده الاهم. اعتقد ان احنا لازم ندي فرصة اكبر تكون موجودة للشباب، والمؤتمر ده بداية حقيقية. نتمنى ان هو يكون مؤتمر سنوي، ونتمنى ان اللي شارك مرة في المؤتمر ما يشاركش تاني، بحيث ان احنا ندي فرصة لقماشة اوسع من المصريين ان هم يكونوا موجودين. ست نائب، خليني كمان اسالك عن تقييم الاداء البرلماني. واحدة من الجلسات الحرية الموجودة في هذا المؤتمر خاصة الشباب، انت كيف تقيم تجربة الشباب في البرلمان؟ انا شايف ان تجربة حتى الان هي تجربة ناجحة جدا جدا. الشباب بيشاركوا في كل حاجة، في كل الاعمال، موجودين في كل اللجان تقريبا، بيحاولوا يكون لهم صوت، بيحاولوا يكون لهم تأثير حتى على مستوى الخدمي داخل الدوائر. اعتقد ان الشباب بيقدروا يتحركوا بشكل كبير جدا، يعني يأدوا هنا وهنا ويتحركوا، يبقوا موجودين مع ناس، ويبقوا موجودين في المؤتمرات، ويبقوا موجودين في الوزارات وغيره. انا شايف انها تجربة ايجابية جدا، وشايف ان شاء الله باذن الله يمكن السنة دي في 140 شاب، ما يقارب ال 140 شاب تحت 40 سنة، اعتقد المرة الجاية هيبقوا اكتر من كده نتيجة الاداء اللي موجود للشباب باذن الله. شكرا سيادة النائب. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. واحدة من الاراء المهمة في هذا المؤتمر، ايضا نلقاكم بعد قليل في مزيد من المتابعات من مؤتمر الشباب الاول بمدينة شرم الشيخ، وعليكم مرة اخرى.